كي يربح الليلة يطبع يرجع غدو. واختي يولي ضرب الصحيح، كان خسر يخاف وباي باي. شبي بنتي متقلقة، انا خليتك ناقصة حاجة. توحشت امي. باهي نوعدك غدو انا بعثك مع عمك بشير للجبال. علاش بشير؟ علاش مش عم علي؟ سيد علي رد بالك من الشيخ، راهو قاعد يلعب لك في لعبة صحيحة. مش عملت ما؟ راجل سيدي الشيخ ما يسمعش كلام النساء، والشراب ما يذهبلوش شيرته. عاد انت ايش بدليك البشير؟ وبشوية بشوية يجيب لك أسار الشيخ صالح الكل ودوي لي. الشيخ متاعكم ريحته فاحت، تخليه في بلاستو نقويو عليه يولي ذريعنا ويرعانا مصالحنا في الحزب. وإذا ما مشاش الحل نضربوهم راس براس. الناس كل يخافوا منك، حد ما يحب يقرب لي. اسمي سعاد، ما اسميش أخت شورب. تستعرب خوك؟ سيب سيب جاني تستعر مني؟ سيبها. ما نجمش نكتب الصداق وزينة ما زالت حزينة على أمها. قلت لك ألف مرة زينة تحبني ونجم نحكي معاها. رد بالك إلا زينة ما تحكيش معها. السلع اللي عندنا في المخزن الكل لازمها تقسم وتخرج، ونحبها توصل تشد بلاصتها، والربط ما غدوة يصبح زاهي وشيخ. كبش تذبح في جرتك وأنا كنت ناكل بيه في الخبز. هز جماعتك وطير. بيه فلوس؟ فلوسي. فلوس؟ أي Thank you.
بشير. زركة كبش تذبح في جرد وانا كنت ناكل بيه في الخبز. الله يهديك يا زركة، الله يهديك. تو تهيب عليه وتقول لي كبش وسيد وسيد مربي سيد وكذا، وهو طلع قطوس كلاك كتين جاي تبربس. عارف تخرج من فمك والا ولا شنو؟ استناوني برا برا، استناوني برا. بس جماعتك كتير ايه وفلوس؟ فلوسي فلوسك؟ ايه. طير من هنا زركة، طير، ماش نحب نشوف وجهك. زيت أبو زخ. لازم الماكلة وركز معايا. هاي ريد أنت. أركع شوية. نقسم رواحنا على زوز. جماعة يهبطوا للسوق يبقى لبزوها. يعملوا عرق لعبات تلعبيهم. ونحن نستناو الكاميون. نهبطوا السلع والرصفه. هم نردوا بأن العينين محلولين نحب. وانتي خليك معايا. أنا. الباب دق برشا وشكون برا؟ حاضر. لبس ابراهيم، مرحبا، ادخل ادخل. يا وجه الخير يا وجه السعد. اي افانتي قدامي يا وحيدة عادة؟ افانتينا. زدت هنا انتي؟ ما اخرى عليك، راه يومك مفجوع عليك برا. نستنى فيكم باش تروحوا، حاجتي بعمالي. شلو حي هذيك برنا ولا عنده اسرار مع عمو علي؟ تكلم ما بينتناش اسرار، عائله واحده. دار اللي فيه يحب يحكي على اللنثه هذي. عايش قاعديش. دار اللي فيك فما واحده ركز عندها، انت ناوي على الخير ولا على الشر؟ مرجو لي عم علي طفلة نحبها وناوي على الخير. ناوي على الخير. ايش بي؟ هي ساعة قل لي انت عينت لبر قبل. ايش معني عينت لبر؟ مالا ما عينش لبر. كانك ناوي على الخير، معناها بنت عائلة هذية مش بتاع مخزن. عم علي الطفلة هذي بنت عائلة. بنت عائلة. مالك بنت عائلة؟ نظف روحك وبدل وهزها للمسرح ولا للسينما ولا هزها فوق السطح لفوق لفوق. يا زين اقعد. كريت لحاجته بامراه يمشي يخطبها من دارهم. يهزم الماكله مطلق. افتل افتل. هيا برا لامك انت. الله يصبح على خير. على خير. كبر.
مالته بيه؟ استنى فالي داون اس اوانتي اما صاحبك شلومه هذا يطلع ماضي برشا مالاش في بالك انت يا افانتي افانتي ما تفرحش القمار مره الفوق ومره لوطا نلعب على هذي طول شلومه تغمى انت تالياني نعرفك تلعب على الكبير هذه باهية ما تسويش برشا توا ثم كان هذي نختب روحي الكباري نجيب الفلوس ونكمل ونلعب يا أنا يا أنت أما أنت راسك شحيح ها هطب هجر اسمعني اسمعني نلعبوش هالفلوس نلعبو على جنات أحسن والله حطينا تعبت زيدة من الغسيل خليها تجي تخدم لليتها أما هذا كان خليك شورب يا خواف التلياني ديما كابو ما يخافش دقيقتين تكون عندك فريد شو مدخل جنات يا أخي شنو شنو ما نعرفك تفهمني على الطير فشر لي لاني نسمع فيك جنات ما هي جاية صحيح ولا؟ معنى السيد مش يقعد مصير شنو رايك نولي نلعبوا في الكباري عنده على سيد جنات مش تجي تشطن غادي جنات؟ يا شنو ما فهمني اللعبة مش في جنات في الكباري يجي يغسل مد بالكاسة ديريكت مد ما ترد الجبال تتهد وكان ما نلعبوش على الكباري أنا مانيش راجل بدلت حوايجك كهو ابراهيم مش روح تعب ليش تنيا كهو مش نهزك معايا تسهر في دار شلوم شبيك هبلت ابراهيم عليه هبلت اخي انا وين هزك مش تمشي تصور الفلوس وليت تبيع فيا وتشري معناتها اخي انا بعتك الناس براينيه هكا منكم فيكم ما تحب على البحيه منتي والله لا تحشمها اقلب وجهك علي مهبوله هذيا كرتوش توا رجال وتهامنا معاهم نعمل لك في حاجة نظلموا حدنا مش تظلم وحدك قد غادي يكمل كول اسمع عندي مشوار فقط في المخزن انت نتهنى بيك راهو اي لحظة ساخن نكمل الهدرة خير تي نعرف صاحبي راجل انا شنو هو يا راجل نص صاحبي اوكي اسك اي بي جي اخليك هاو جاي يا خليفة مشي يا خليفة يا خليفة Thank you.
هكا هاي نجي نسأل عليك وانت تمشي وتخليني. بيدويك تحبني يا اخي طيشتني. ولي سلعة يبيعوا فيها اللي يسوى واللي ما يسويش. استنى قول لي ايش بيك. تكلم. جيت الحلوفة ماشي هي هو تقع رجع هذاك يا منظر حل حل باب اسمع شكون يشبه هيك حتى شعر كيف كيف صح عم تكلمتو هاي سايب شعرك اشتحلى شو هذا عليه هكا والله نذبحك ذبحان نسيل دمه سخير راحك ناش بتشري لعبات الفلوس ولا فين بالغادي شو شو ما هو شو خدي شو فين هذك هو فريد يا 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 هكا شو ربه جيتاري تعملي هكا صح عليك ما تعرفش شلو وش ايش بيعملك جبتها انت ما حرف صح علي تعرف لي انا توحشت قاعد تسطح حتى انا زيدة توحشت عنا عليها برش قاعد معك خايف افيق بين علي ولا حد يشوفنا يمشي يحكي لعلي اما هاني قاعد مسكين انت خايف انا خايفه نرعش كني في قبيله ما يذبحني تعرف عمري ما كنت صخايب روحي نجم نعمل هكا على خاطرك حط في المخاده في فرشي باش ما تفيقش بيها فاطمه يا حتى انا علي خرج منا وانا تصرفت نجري برجوليه قداش فرحتني مره اخرى استير بالخير كيفاش قلت ما ناخذش كان الراجل اللي نحبه ولا شنو ما ناخذ كان الراجل اللي نحبه شنو معنى ها؟ نحبك شنو هي ما سمعتكش اما تقولها لي في ودني توا مروح الله. ما سمعتش توا مروح ومتكرن كالعادة كهو يمي هاي صباح الخير تصبح على خير في الصباح صباح الخير هي ماني زادة باش نرقد يم صباح الخير تصبح على خير صباح الخير والله ما عايش في يومها كان انت صح عليك تصبح على خير في الصباح صباح الخير صباح النور نتعدلك من بعد الليسي وانتي شكون قال لك لينا اليوم نقرا جملة ايه ايه انا نعرف وقتش تدخل وقتش تخرج فين الليسي تقرا مريم يا مريم شكونك انت شو تعمل غادي سامحني سامحني غلط في الظهر سامحني امشي يا سيدي
الاخر هذا من الاخر الاخر انتوما كيما قالك مشور تصبروا المرش تعملوا الفوضى غادي تبعدوا علينا عينين العباد واضح واضح امشي استنى غلطه بحسابها راهو هيا الله يبارك امشي امشي حاضري براد تاي للمراه حاضر وش يا خيتي الاخبار باش تقولي هولي والله بجعتيني والله يا خيتي فاطمه اش باش نقول لك بصراحه انا راني غدوه مستدعيه لتور ولد المنصف ولدك هو راهو نعرفه ما استدعاكش هذاك علاش انا راني حبيت نقول لك كيما هو معز بالولد كان ولد الولد استدعاني كملتي؟ كملتي؟ اخرج اخرج يا فاطمة وف اخرجي يا فاطمة يا فاطمة سيبني سيبني يا فاطمة اخرجي يا فاطمة اخرجي 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 نعط الله عليك يحكرني في عرسه يطهر لولده وما يستدعانيش حتى كي ولد ولده ما شفتوش يعطيك الصحة يعطيك الصحة فاطمة في هالظنوة اللي جبتها اللي هذه الكرش اللي حبلت بيه تعبت بيه كان جا في بالي بيه راني فريتها راني فريتها وما شفتوش وما ربيتوش وما قريتوش وما صهرتش عليه الليالي صح عليك صح عليك صح عليك تشمت فيه اللي يسوى واللي ما يسويش طهر الولد وقتها في بليش طهر الولد شوية في بليش طهر أمي شبيكم يعني تظل في روح أعطيني أشرب خرجت خرجت مشيت حملت لك صح عليك منصف ادخلي ارتاحي وتنعمل القهوة عمري راسك وبردي دم لا 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 نحب القهوة لا تي عايشو خيتي شوفي خوتي ان شاء الله خير اي 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 زعما قلت فسختها من مخي هكا منصف ولدي اما الغالب الكبدة شومة مش باش نعمل نحس في قلبي قلبي يسكت شوفيني شوفيني حبيت نفسخة من راسي ما نجمتش اي اي الغالب شوفي ها هاني خوتي ما زلت نشوف ما زلت عايشك أحلم أختي زيتها وشهود على ذبيحة قنفود إيش تقصد؟ عركة في البلط الآخر ومن غير سبب يعني يظهر لي هذي ما تطلع كان من تحت راسك الشيخ هذاك صالح ولا شورب؟ طول بحتي جيب عندي ثنية في مخي
شو فما جديد اخر قل لي. كلمونا من الوزارة قالوا ثم امكانية متاع زيارة فوجئية لمد الشيء. ما عادش فوجئية على كل مرحبا بيهم احنا حاضرين. واضح. بنختم على روحكم. بسم الله بسم الله بسم الله. ما تعفسوش على القبورة. الله يبارك. ما تعفسوش على القبورة. إجا منا حمرون إجا منا إجا منا. الله يبارك سيدي. هذاك اش حفظت من العربي كان الله يبارك سيدي. يا امشي. هات 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 ماتريال. فيسع فيسع. فيسع فيسع فيسع. برا قديم هذا يا راه. هيا ضربة ضربة. هيا انزل انزل. انزل انزل استناني استناني يا مونجي استنى 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 معايا. شوف يا جماعه فماشي حد اغزر معايا منا ومنا حمرون. حط معايا حط معايا من هنا. اجا مني اجا مني اجا ترى اجا ترى اجاني كيك اجاني كيك. بدا تحل من هنا. ايوه هز 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 معايا هز معايا هز معايا هزوا معي. بسم الله بسم الله. النوع متاعك توحشك وقال لك فما شكون جي وجيب لك صندوق. ايه شبيك يا اخي من الصباح كلمه ليه مش تعملهم عليا؟ كان جا فالح راهو من البارح. اسمعني يا شويق رميان المعنى متاعك تخلي عندك وما تلازنيش على حاجه نندم عليها من بعد. اش باش تعمل؟ شكون تنجم تعمل انت؟ بيحتك ولسانك عليا اللي طول فيه. وينه وينه البارح مع شورب؟ شنو ذنبي انا كنتي تلحق اخرج عليا تضربني انت تضربني اشواق إيه؟ اخرج عليا تضربني اخرج عليا هذي خرتها هنا خرتها هنا اشواق تاخو كف مش لومو. هذا شنقص هذاك اش مثله؟ اهلا 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 اهلا. شبيك؟ كنت بعدا شلومو؟ شنو هو شلومو؟ امشي امشي تحشتو بيك رئيس المركز تحشتو بيك اكبس روحك. شنو عليه؟ حرك واسكت مش معانا اسكت حرك. شنو هو مركز؟ عايش خويا باش نحي يدك. حرك واسكت. علاش هكا؟ اسكت اسكت كلمة لا. شنو حشتو بيك؟ ادخل. خلينا وحدنا. سكر الباب. اقعد اشواق. ما فهمتش اش تحبوا عندي يا اخي؟ انا ما عملت حتى شيء راه. والله يا سيدي خاتيني والله ما عملت حتى شيء. انت تعرف اموري تعبه. حتى الكافي شانت انا ما عادش نخدم فيها هذاك علاش انا تلزيت. والله. اشواق انا ما عيطتلكش باش نحاسبك على اللي تعمل فيه. بالعكس انا نحب نخدم معاك. واه فانتي هذاك اش مزال فانتك معاك انا في مركز راك تحب نسيبك تروح ولا ريتني لريتك؟ معمولك الربي سيدي عايشك. اسمعني مليح شويق شلومه اخباره كل وين يمشي وين يجي مع شكون يتعامل شكون صحابه وين يقعد كل كبيره وصغيره نحب نعرف عليه. ما يساعدكش ما ثم حتى مشكل اتو نحرق سوق القضيه باهي تجي تعدي بحدنا ايامات هنا خلاعه وتشوف الجو. عايشك سيدي. سيدي انا من يدك هادي ليدك هادي
ما تقراش اليوم؟ وانت ما تقراش؟ كملت بكري. كي كملت بكري مشو لجنة الباساج؟ ليك هاو ما عادش عليا بكري، انا استنيتك البارح. تي قاعده مال شويه بشهر هوني مستحيل، العينين برشا بيعاودوا البابا هيجي غدوه للسينما، فما ماما ساعتين فيلم جديد متاع سعاد حسني. زعما تلقاني غادي حسيلو. انا هاني مشيت نستنيك غدوه. مازال ما جاش؟ مازال ما جاش. قلت لك زعما ما ظهر لي. شرب ما يعملهاش، راني شيخ صالح وما ادراك. شنو تستنى من واحد قطعي فار حبس كيما شرب؟ هذاك شم ريحه الفلوس قطع. ما ظهر لي، ظهر لي صارت له حاجه برمشي تفقده في المخزن. حاضر يا شيخ. فاطمة يا أمي، شفت خوك وش عمل؟ شفت؟ مش أخويا، مينش مستعرف به؟ وش عمل؟ طهر الطفل ولدها وما استدعانيش، الغرب جو ردوا علي الحديث. اخي جديد عليك، متعرفوش ناكر فينا وناكر فصله. يا امي اللي بيعك بالقشور بيعه بالفول. ساعة قدها انت ذي، اللي بيعك بالفول بيعها بالقشور. هو ناكر فينا وانت ما بيتش تعرس، والطفلة اختك بارت في شرتكم. تشنو يا امي تو، كل ما ولدك يعمل هاملة تحطها في راسي؟ نقصتك حاجة؟ مقصر معك في حاجة انا؟ باه الطفلة وش عملنا فيها تو؟ بنتك انا جبت روحي منها، اعمل اللي تحب، مدخلنيش. وانت وقتش باش تعرس؟ كي يكتب المكتوب يا امي. كي يكتب المكتوب ايه؟ برا يا علي علي صوتك علي. سمعني يا امي، سمعني. باه شدت قلبي وروحي وعنيا عقبال ما تشبر كمان ايديا. كمل لالا لازنيخة. شو تحبوا يشبك لك اخر؟ شكونو هذا اللي تغني علي؟ نغني وبرا نلاقي في روحي. ما تقوليش بي سيد الشيخ الفترة الاخرى ولا عيطلك برشا؟ عيطلي كالعادة، هزلو بانومان دلكلو ساقيه، طيب له قهوة، حضر له فطوره. ثبتة تعرفني ما يتخبى علي شيء. للا زنايخة كمل اللي في يدك، تكملوا حديثنا من بعد. واه شيخنا، المخزن مسكر بسلاسه، يظل لي السيد قطع الرباط ضربه واحده. تضحك؟ لو كان جيت انا راك قصفت لي عمري. نضحك على خاطر العمليه اللي عملها شورب فالسو بح، ما ثماش منها. والسيد اللي هز السلعه؟
السيد اللي هز السلعه واحد من رجالنا، وعلي انا حبيت نجربه، وطريقته في تهبيط السلعه عجبتني، ذكيه برشا. واحد من رجالنا طريقته شبيني ما في باليش. أغرت أمي وبكاء